السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير كنتمنى تكون كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقتي كيفاش كندير نطيب الدجاج محمر. هانتوما عندي هنا البصله قطعتها طراف صغار، وعندي هنا الدجاج اللي غنحتاج، وعندي هنا الربيع والثومه والحامض مرقد ها هو، وعندي هنايا الزبده، وعندي هنايا العطريه. هزيت من كلشي معلقه كبيره، هزيت من الزعفران، من العطريه ديال الدجاج، ومن الملح، الخرقوم، سكنجبير، الابزار. هزيت من كلشي معلقه كبيره على حسب شحال غنحتاج. هانتوما معايا، هانتوما دابا الدجاج ديالي رقدته في العطريه مزيان. تقدروا تخليوه الليله كامله، وتقدروا تقضوه في الصباح وتطيبوه في العشيه على حساب نتوما. هانتوما هنايا الدجاج الزيت اللي غنحتاج. عندي هنايا زيت الزيتون، وعندي هنايا الزيت العاديه، وعندي هنا البصله. هانتوما معايا دابا غادي نبدا نطيب فيه. هانتوما دابا هزيت كوكوت، حطيتها فوق العافيه وحطيت فيها الزيت، ومن بعد البصله. دابا غادي نزيد ديك لاصوص اللي بقات ليا ملي رقدت الدجاج. هانتوما معايا، ودابا حطيت الدجاج ديالي. هانتوما دابا زدت شويه الماء سخون، وباش نسد على كوكوت ونخلي الدجاج ديالنا يطيب واحد الساعه. هانتوما معايا، ودابا الدجاج ديالنا حليت عليه من بعد ما داز الساعه، وهو الدجاج ديالنا خرجته من الكوكوت. دابا غادي ندهنو بالزبده ونحطوه في الفران باش يتحمر. ها هو الدجاج ديالنا خرجته من الفران، ها هو دابا تحمر. كنتمنى يعجبكم، طلع زوين. وهاد الدجاج ديالنا كنتمنى يعجبكم، طلع بنين وغزال، والطريقه سهله وبسيطه. كنتمنى تعجبكم، وبسلام عليكم. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، وما تنساوش تخليوا لي ارائكم في التعليق، وشي جيم وشي اشتراك في القناه. وبسلام عليكم.